بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية طبعا الفيديو بتاعنا الفوائد الصحية للنعناع. طب ليه يا جماعة انا عملت الفيديو ده؟ انا عملت الفيديو ده عشان جالي رسالة من اغلى حد في هذه الحياة. الحد ده هو اللي جابني في الحياة وقالت لي ما هي الفوائد الطبية للنعناع، فقلت اعمل الفيديو ده ولا شكرا على وجودك في حياتي. بالفعل لولاك ما كنتش وصلت لأي شيء في هذه الحياة، ما كنتش دلوقتي وإن احنا أكون وصلت 26,000 متابع على اليوتيوب، ما كنتش دلوقتي في إن أنا أكون راجل بنطلب في التلفزيونات، سواء كان في مصر سواء كان في السودان سواء كان في تركيا، ما كنتش دلوقتي في الخير اللي أنا عايش فيه ده. فكل الخير اللي أنا عايش فيه ده هو بسببك أنتي فقط. أجمل شخص في هذه الحياة بتكلم عليه، أتكلم عن أمي، فكلنا كده نرفع أيدينا لسان الله. ده أنا لابس الطاقية يا ولاد، الله أكبر، أنا لابس الطاقية. النهاردة الجمعة بقى، فطبعا يا جماعة النهاردة بمناسبة الجمعة طبعا فنلبس الطاقية وإحنا رايحين المسجد وبتاع. بس والله الطاقية حلوة يعني، صراحة أنا مبسوط. يا رب تكون عاجباكم، يعني ما تكونش مغيرة في الكادر كده ولا أي شيء. فبس كده يا جماعة النهاردة نتكلم عن الفوائد الطبية للنعناع، بس بعد الفاصل. وبأكد وبجدد شكري لأمي، أجمل حاجة في الدنيا، أحسن حاجة في الحياة، هي السبب في كل حاجة، في كل حاجة أنا عايش فيها دلوقتي. بقول لها شكرا ليكي، بقول لها شكرا على وجودك في حياتي، بقول لها أنت بس، أنت الوحيدة اللي في هذا الكون، أنت اللي الجنة تحت رجليكي. يا ريت يا ريت تسامحيني دايما عن اي شيء ممكن اثر في معاكي نتيجه للانشغال او الشغل او مسؤوليات هذه الحياه. يلا بقى انتظرونا بعد الفاصل. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. ورجعنا لكم مرة تانية كلنا حماس، وجايين نتكلم معاكم عن الفوائد الطبية المثبتة علميا للنعناع. ما نيجي نتكلم عن النعناع يا جماعة هنقول عن فوائد صحية كتيرة جدا، لكن هجمل لكم كده الحاجات اللي أنا مستجمعها كده في راسي بشكل سريع. هنقول مثلا أول حاجة إن النعناع مفيد جدا لعلاج الغثيان، يعني الناس اللي بتسافر، لو أنت من الناس اللي بتدوخ بسبب السفر، ولو جبت أوراق النعناع الطازة، بس بأكد الطازة، ابقى قابلني لو جالك اي دوخة اثناء السفر. بس بأكد اوراق النعناع الطازة، اوراق النعناع الطازة تعتبر من ضمن الحاجات الفعالة اللي ممكن تعالج لنا الغثيان بسبب السفر، ودي طبعا فئة كبيرة جدا من اللي بتسافر بيجي لها هذه المشكلة. الحاجة التانية، ما نيجي نتكلم عن النعناع احنا بنتكلم عن انخفاض ضغط الدم. طب ليه يا دكتور احنا بنتكلم عن انخفاض ضغط الدم وبتتكلم عن النعناع؟ لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم، واللي بيساعد على استرخاء الأوعية الدموية، واللي بيساعد على استرخاء إيه؟ واللي بيساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. ده كده بشكل بسيط جدا. يبقى نتكلم عن انخفاض ضغط الدم، قلنا علاج الغثيان، نتكلم عن إن النعناع بيحتوي على المنتول. المنتول المادة الفعالة اللي موجودة فيها ديت ليها فوائد صحية كبيرة جدا، حتى تلاقي المنتول ديت موجودة مثلا وليكن في كل يعني الحاجات اللي بتستخدم كغسول للفم والأسنان، دايما تلاقي فيها مادة المنتول. ليه فيها مادة المنتول؟ عشان الناس اللي بتعاني من ريحة كريهة في الفم، فنستطيع أن نقول وبكل قوة إن الناس اللي عندها ريحة كريهة يمكنها استعمال النعناع، مشروب النعناع، علشان نغير الريحة الكريهة بالفم. وكل الماوس ووش اللي موجود في الصيدليات علشان بتاخده علشان يغير من ريحة الفم هو بيحتوي على مادة المنتول، فيبقى نقول ان النعناع فعال جدا للتخلص من الرائحة الكريهة في الفم. نقول ان هو برضو ان مادة المنتول دي تخفف لنا من حدة الاعراض. الدراسات بتأكد ان المنتول بيخفف لنا، او البيبرمنت اويل بيخفف لنا من
حدة الأعراض بتاعة القولون العصبي زي الانتفاخ والنمساك والتقلصات والمغص، وبيحسن لنا من عملية الهضم بشكل. فشرب النعناع يا جماعة يعتبر حاجة جميلة جدا، أو سواء كان النعناع أوراق النعناع الطازة إن احنا نستخدمها مثلا وليكن أثناء السفر علشان ما يحصلناش دوخة، أو الناس اللي بتعاني من ارتفاع في ضغط الدم نقدر نستخدم النعناع عشان نخفض من ضغط الدم عشان من خلال البوتاسيوم اللي موجود فيه. وبكده أكون أجملت بعض الحاجات. طبعا هناك فوائد صحية كتيرة جدا، احنا ممكن نعمل حلقات كده متتالية نتكلم عن الفوائد الصحية الموجودة في النعناع، إن النعناع كله فوائد وكله صحة، زائد إن برضه في حاجات برضه تذكرناها إن هو ممكن يرفع لنا من معدلات الطاقة في الجسم. يعني في بعض الناس يقول لك ان هو بيرفع، لكن اشهر الحاجات الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول، علاج الغثيان، انخفاض ضغط، ديت الحاجات اللي اغلبها اللي فيه دراسات قرينا فيها يعني، لكن هناك اشياء تانية فيها دراسات تانية، لكن ديت مجمل اغلب الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم ليها النعناع. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان، وباكد شكري لماما، وباكد شكري لكل الناس اللي بتتابعنا. شكرا ليكم على وجودكم وبينا كبرنا، وبالناس اللي وصلت لحد هنا ان شاء الله بيكم هنكبر. مش عايز اقول اي حاجة، لو انت عندكم اي اسئلة او تعليقات اكتبوها تحت، وان شاء الله هنجاوب على كل الاسئلة وكل التعليقات. ولو انت عجبك المحتوى انزل اضغط لايك وشارك الفيديو مع اصحابك وحبايبك. عايزين الفيديو ده يا جماعة، الفيديو ده لو وصل، بس احنا عايزين 1000 لايك، لو وصل 1000 لايك فقط أوعدكم إن شاء الله رب العالمين هنعلن، يعني لو وصل 1000 لايك بس، شفنا 1000 لايك كده في القناة، الناس تهتم بالمحتوى بس الطبي كده، صدق هنعمل هنختار بشكل عشوائي من الناس اللي كاتبة التعليقات تحت حد هيتابع معانا لمدة 3 شهور مجانا في عيادة التغذية بتاعتنا. لو هو موجود في تركيا هيتابعنا في تركيا، لو مش موجود في تركيا هيتابعنا اونلاين من اي مكان في العالم بميعاد محدد بشكل ثابت لمدة 3 شهور متواصلة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هناك.